اللي غادي يصرف على يعني الجو يعني المسائل يعني الاسعاف يعني بالنسبه اللي غيكون حاضر يعني تامين سلامه اللاعبين يمكن قلنا على الاستعدادات اللي يعني اللي قام بها الفريق يعني الاحمر المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه اخي عبد القادر. المنظمه ديال الهلال الاحمر متواجده في هذا الدوري الرائع، كتمثل تمثيليه مشرفه لواحد المنظمه انسانيه. نحن الان جميع الاستعدادات مهيئه باش نكونوا حاضرين داخل الملعب وباش نمثلوا احسن تمثيل المنظمه ديال الهلال الاحمر في اطار ديال الاسعافات الاوليه. نعم، والظروف المباراه اللي كتجري يعني في اطار الحظر الصحي يعني بالاضافه سواء تامين اللاعبين طبيعه الحال والاطار التقنيه وبالاضافه الى الجمهور الحاضر يعني انتم عندكم واحد المهمه يعني شويه كيف الظروف اللي كتجري يعني طبيعه الحال حنا كمنظمه عملنا حاولنا نعملوا جميع الاحتياطات ديالنا بالنسبه لهذا الكوفيد فهمتي، والطاقم خدا واحد التداريب في اطار ديال التعامل مع الكوفيد وفي اطار السلامه ديال المصابين والتباعد والاحتراز والمسائل كلها تخذت قبل ما نجيو للميدان باش تكون الامورات ديال هذا الدوري عطي واحد المكانه للعريش على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. نعم، اضافه الى بالنسبه للحضور ديال نعملوا واحد الطاقم يعني الطاقم اللي معكم معنا الطاقم هذا هو الطاقم ديال الهلال الاحمر اللي غادي يامن الدوري يعني سلامته هادو الطاقم ديال الهلال الاحمر عندنا خاصين بالتدخلات اثناء الاصابات ديال اللاعبين داخل ديال الملعب وعاملين احتياط على ان ممكن الجمهور توقع له بعض الحوادث. عندنا واحد الطاقم اخر في الجهه الاخرى كيهتم بالجانب ديال الجمهور، فحنايا قسمنا العمل ديالنا الى داخل الملعب وخارج الملعب. الهدف ديالنا كامل باش نكونوا راه الاشاره من اي حادثه. هادو الطاقم معايا الاخت ديالنا مصعب عنصر النسوي يعني ضروري في الاطار ديال يعني الحضور الرياضي سواء عند الجمهور وكذلك يعني السلامه ديال الاطر يعني النسويه في داخل الهلال الاحمر. غاتكلم على المشاركه ديالكم هذه السنه ديال والمشاركه ديالكم يعني سلمى تيجاني متطوعه بالهلال الاحمر المغربي. اليوم حنا متواجدين تغطيه اسعافيه في هذا المونديال وطبعا باش نزكيو المشاركه ديالنا كيكون العضو النسوي مشارك بقوه كما كنعرفوا لانه اسمح لي غادي